ألم يحن الأوان ليستعيد الزعيم كرسي الزعامة يا آسيا؟ يريد أن يقتص لنفسه من كرة ظالمة بعد أحداث 2017 ضد أوراوا ومن حكم سارق في فاينل 2014. لعنة المونديال على بعد 90 دقيقة من ركلها للأبد يا زعيم. نعم إنها لعنة المونديال وليست الآسيوية التي شرب من كاسها الهلال في 91 و2000 وأضاف لها كاسي كؤوس ومثلهما سوبر. الآسيوية مطلب الشعب محبا بشيبه برجاله بشبابه، ثم مع تقدم السنوات بغرام نسائه وأطفاله. فكرة فقط تراود، حلم فقط عايش، كلمة واحدة تقال الآسيوية يا زعيم. وصلوا ولكن من العين لم يشربوا. اليوم بروح الأبطال التي حسمها الأسطورة صالح النعيمة وهو داخل أرضية الملعب ذهابا بيد على كأس وبأخرى بقوة على قلب. من لقطة صالح عرفت أن الهلال يحدث ما سيحدث لن يبخل بقدرة، بل مستعد لأن يكون الدم الرياضي بدل العرق والعطاء بدون حساب. من أجل كأس تمنعت كثيرا على زعيم، وإني أرى كأسا يانعة وقد حان قطافها وإني لقاطفها. فورتسا جرينتا انتماء لتسعين دقيقة يكتب فيها التاريخ ويرجع الموج الأزرق ويرجع الموج الأزرق ويرجع الموج الأزرق ليغرق سفن المنافسين. مباراة القمة، مباراة الانتظار، مباراة العودة للآسيوية بالزعامة والذهاب والاقتراب من قطر من الدوحة من أجل مونديال ينتظره ملايين من عشاق الهلال من المحيط إلى الخليج. بطل آسيا هل يعود بلغة الذات، بقدم الذات، براسية من الذات بعد غياب من 2011؟ نعم، بآخر 7 سنين لقب الآسيوية عاد للشرق، لشرق القارة الصفراء. الهلال في النهائي السابع، الهلال ضد الأندية اليابانية في نهاية آسيا. الماضي يحكم الزعيم ويرى دورا ومن تكون أمام تاريخ الأزرق، الموج الأزرق، الثالثة والربع من 21 نوفمبر 2019. عالية غالية في سماك يا سيطامة.